بونسوار. طقسمة قلب عم يسيطر على أجواءنا لليومين اللي جايين، ولا بكرة جونا غائم مع أمطار متفرقة، رطوبة عالية وريح ناشطة بتبدأ الليلة لصباح بكرة، رح تلامس 90 كيلومتر بالساعة، وبتتساقط الثلوج على 2000 متر صباح السبت. أما درجة الحرارة فرح تتسجل على الشكل التالي. بنبدأ جولتنا مع عكار و15 درجة، 19 بطرابلس وبالعاصمة بيروت وأيضا بصور. بننتقل إلى بعلبك مع 14 درجة، 7 باللقلوق، 14 بزحلة و13 بجزيل. نسبة الرطوبة عم تسجل أقصاها على السواحل 95%، رياح اتجاهها شمالي غربي مثل ما عم نشوف عم تكون ناشطة، عم تسجل سرعتها عم توصل ل 90 كيلومتر بالساعة، وحال البحر مائج. كيف رح بكفي طقسنا للأيام اللي جاية؟ لبكرة إذا مثل ما ذكرنا جونا غائم مع أمطار متفرقة، درجات الحرارة عم تسجل 19 درجة، رياح عم بتكون ناشطة ونسبة الرطوبة عالية، وبتتساقط الثلوج صباح السبت على 2000 متر. بيبقى جونا متقلب ولكن بشكل خفيف لنهار الأحد، بترتفع درجات الحرارة لل 21 درجة لتستقر أجواءنا بشكل كامل للأيام اللي جاية، مع استقرار بدرجات الحرارة لنهار الثانين على 21 درجة، وبترتفع بشكل إضافي للثلاثة لتسجل 23 درجة، وجونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا. هون بنوصل لختام نشرتنا، أنا بلاقيكم بكرة بنشرة جديدة، تصبحوا على ألف خير.